شو هذا الشحب اللي تحشر؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى لكم تكونوا دائما على خير وبخير. كما كتشوفوا هاد العربة ديال القرون الوسطى هاد المدينة القديمة مدينة غوزلار فيها الأثر ديال كل قديمين. هاديك دابا كينقلوا فيها السواح اللي بغى يزور هاد المدينة كيمشي يزورها غير فيها. تما كما كتشوفوا الساحة رائعة، المقاهي كيخرجوا هكداك الكراسي ديالهم كيحطوها، الشمس مشرقة هاد النهار، نهار زوين بزاف، السواح موجودين كاينين بزاف، بنايات قديمة قديمة بزاف كترجع للقرون الوسطى هاد البنايات هادو. شوفوا المناظر الديكور ديالهم كيفاش داير رائع. دابا كيتهضر عاود الى جاو شي سواح اخرين يركبوا بحال داك المنظر اللي في مراكش الكوتشي. دابا هذا مول الكوتشي داز من هنايا حط الناس وغادي يهز عاود سواح اخرين اللي بغا يمشي يتسارى في الازقه الضيقه ديال هاد المدينه. هذيك الساعه اقدم ساعه هنايا ومي كتكون كتصور يعني كتصور فيديو مع الاوروبيين ما فيهمش ديك الطبع انهم يقول لك ما تصورنيش، صوروا ولا خليه ما كيسوقش هو لانك كتصوروا، ماشي بحالنا حنا ما كيبغيوش ما يخليوش تصورهم، كيقول لك ما تصورنيش ما عندكش حق تفلميني. هنايا ما كاينش اللي كيرد البال، حتى واحد ما كيهضر على ما لاحظت. قديمه بزاف رائعه بكل المقاييس، كتجلس فيها كتحس بالنفس ديالك كترتاح، الهدوء كيرجع لك كانك كترجع يعني للسنين الماضيه. كل شيء فيها قديم، كيجيوها السواح بزاف من مختلف المدن الالمانيه حتى الاوروبيه كيجيوها دائما عامره. هاد الاوطيل هذا الشحال قديم التاريخ ديالو، بغيتي نشوفو الى غنسد نشدو ما باليش التاريخ، المهم قديم بالتاكيد، قديم غيكون شي طالع على 600 عام ولا اكثر، لان هنا المدن السكن ديالهم كله قديم. من كنجي لها كنحس بالحنين، لان واحد الساحه اللي كانت عندي بمدينتي مدينه فشاون كتفكرني فيها لانني من مواليد مدينه فشاون بالمغرب، وكل ما كنجي لها كنحس بالحنين وكانني كنمشي لذاك الساحه ديالنا وطاء الحمام. اللي مشى زار فشاون راه غادي يعرفها، كتفكرني ديما فيها. هاد النافوره هادي في الوسط، وكنتمنى الفيديو الخفيف ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء مع السلامه. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى اللقاء.